مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، هذه المرة عبر الإنترنت ومع شاعر استطاع بكلمته الحرة والصادقة العذبة والتي لا تشبهها كلمة لشاعر آخر، استطاع أن يغزو قلوب الكثير من الذين يقدرون الكلمة العالية واللغة المتجددة في أكثر من قطر عربي. شاعر هذه الحلقة من بيت القصيد معنا عبر الإنترنت من المملكة المغربية الشاعر أحمد الحريشي. مساء الخير دكتور أحمد، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، أهلا بك. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة العالية الغالية من مبدع وإعلامي وشاعر، ويكفيه أنه من غزة. يا سلام، يعني بدلا من أن أرحب أنا بك أنت ترحب بي، وهذا مما يؤكد أن هذه الحلقة ستمد لها الكثير من بسط الأريحية دكتور أحمد، فأنت شاعر إنسان وبارع بالسطو على القلوب، وهناك من يتهمك بأنك تمتلك جواز سفر مفتوح إلى أكثر من قطر عربي وإلى أكثر من قلب. سر هذه العلاقة التبادلية ما بينك وما بين محبي الشعر والشعرية العالية، سر هذا السكن في القلوب والإقامة والمكوث بأكثر من قلب، أطلعنا على سرك يا صديقي. حقيقة أنت الآن تجشمني المركبة الوعرة، ولكن أتصور أن في هذه في صهوة القصيدة وصهوة الكلام ما يجعلني فعلا أتواجد في الكثير من العواصم العربية والأوروبية دفاعا عن القصيدة العربية في تجلياتها التجديدية كما أشرت. وأتصور أن السر يكمن في المحبة، في الحاء والباء. ربما كلما بذلنا الحب أكثر وزرعناه نحصد أكيد الكثير من الحب، وكلما بذرنا الشوك الحقد نحصد طبعا جراح الكراهية. أتصور أن الرسالة هي أن نضع الكون كله بين الحاء والباء، هكذا يكون الكون محصور باللانهائي والممتد والغير المحصور، الذي يدفعك أيضا لكسر كافة الحدود والحواجز والقيود لتنتشر وتنتصر تماما كما هي حكمة المحبة. هكذا علمتنا محبة الحكمة أيضا الفلسفة، حينما تتحدث عن الحب تتصوره الخلاص الأبدي والأدبي للعالم من كل شروره. وأتصور أن رسالة الشعر والأدب أو نظريات الأدب بشكل عام إذا بشرت بكلمة الحاء والباء لعمري هذه رسالة تكفيها تماما. يا سلام، في هذه المقدمة الشعرية والتي لا تقل فناً وشعرية عن قصائدك العالية، فيها الكثير من الأسرار التي ينبغي أن تكشف دكتور أحمد. خذنا إلى أولى قصائدك التي أن تود أو تود أن تزين بها وقتنا الذي يغدو أكثر جمالاً بتشريفك، تفضل، نحن جاهزون لسماعك. أتصور ونحن نعيش ظروف المقاومة الفلسطينية، لا صوت يعلو فوق صوت هذه المعركة. يا سلام. لا صوت يمكن أن يجسد بالنسبة للشاعر كينونته الإنسانية قبل انتمائه العربي أو القومي أو الديني. البعد الإنساني في هذه القضية التي حركت ضمائر الأحرار عبر العالم تجعلها أولوية وتجعلها بسم الله القصائد كلها. وأتصور أيها الشاعر الغزي الكبير أنني لابد أن أبدأ بقصيدة عنونتها بمقام القدس العالي. تفضل. وأتصور أنها مقام القدس العالي أو مقام الزيتون، هذه الشجرة المقدسة التي توحي بالبشرى الموعودة لأحرار العالم المرابطين في هذه البقعة العزيزة من قلوبنا. وأتصور أن القصيدة تتحدث عن هذه الحوارية بين الزيتون والشجر والقضية الفلسطينية. تفضل، نحن نسمع.
يتمايل الزيتون في إسراري، يتمايل الزيتون في إسراري، ماذا تقول الريح للأشجار؟ هل تنبئ الريح الغصون بشارة كنسيمة أم ثورة الإعصار؟ أم عصفها يلتف في عبث فتغزل بالهواء دوائر الأصفار؟ عصف الرياح كما القصيدة من فمي، عصف الرياح كما القصيدة من فمي، ما كان إلا زفرة الإنكار تهفو فتبعثنا سكون مقابر وتهد أصناما بلا أحجار، تدرو على عقم البلاد لقاحها فقصيدتي موفورة الأثمار. يا قدس يا وجع المجاز على دمي، يا حظي المقسوم من عشتاري، يا موتي اليومي حين أعيشه عمرا مقيما خارج الأعمار. يا كبرياء الدمع كيف غرورقت عين الوجود وما تزال تداري. يا الله. في جرح أمي، في جرحها اليومي بحر ولاية، كم طال في ملكوته إبحاري. بحر لأهل الله، بحر لأهل الله، ما له ساحل وقفت على شطآنه أشعاري. دمها النبي على ملوحته التقى، عرق المسيح ودمعة المختار. فلم المداد يجف فوق دفاتري، والنزف في لغتي كنهر جاري. يتمايل الزيتون من حولي، فيا عجبي به من مؤمن محتاري. يهدي بقارعة الصبابة واقفا، والشوق للأقصى كقدح شراري. تتشعشع المشكات من زيتونه نورا يحن لمطلع الأنوار. وأنا اشتعلت وأنبل الأشعار، ما قد قال في حرق اللسان الناري. يا سلام. غضبي وعاصفة الجنون ولوعتي للقدس، إن القدس قطب مداري، هي معدن الجسد الميمم نحوها، قد قد من صلصالها فخاري. فإذا استبد بها الحصار فإن لي في كل نبض آلة استعماري. هي منبت الشهداء والشعراء والعشاق والأبرار والأحرار، هي قبلة الأشياء منبعث الرؤى في داخلي، هي جوهري وقراري. ما حط من خط الدنا كروية إلا عليها مركز الأقطار. هي أقصر الطرق البهية للسماء، فوجوها درج لوجه الباري. فنمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة بنسيمها المعطار. ما زال عطر الأنبياء، ما زال عطر الأنبياء بريحها، أكرم به نفحا من الآثار. وتمازجت فيها الديار قصيدة بيتا فبيتا، نورها كالنار. يا سلام. حبي لها سمر الرواة يلوكه، فحكايتي في سائر الأخبار. كل العواصم حولها نوارة، كل العواصم حولها نوارة، وبها يتم تفتح النوار. أوقفت حبري وهو نري الخطى للواقفين على خطوط النار، للزارعين من الكرامة كرمة عربية قدسية الأسرار، ولمن يلينون الحديد ببأس داوود وهم أندى
من المزمار. يا سلام. المخرجين من الغيوم أكفهم بيضاء مثل طهارة الأمطار، الراجمين عدوهم بترابهم كي تنصر الأحجار بالأحجار، الصابرين ومن شرارة بأسهم عزم الرياح وحكمة الصبار، الموقنين وقد توهم غيرهم والحاملين نبوءة الأقدار. لن يهنأ الأغراب في أعتابهم قسما وإن لاذوا بألف جدار. الله. أسرجت حبري نحو أرضك هائما ومشيت فوق السطر أشعث عاري سار، فسبحان الذي أسرى بعبده والدجى قبس من الأنوار. للمسجد الأقصى المبارك حوله ولجانب الطور المقدس ساري، إني لأقطع في براق بصيرتي ما ليس تدركه خطى الأبصار. لا بزة الجندي تحجبني ولا زرد السلاسل، لا حدود العار، فأرى بها تلك المآذن أدرعا مرفوعة تدعو لأخذ الثار. والقبة الزرقاء خودة رابض ومرابط للواحد القهار، متيقن بالله وهو نصيره، يا سلام. متحزم بالحزم والأسوار. يتمايل الزيتون من هب الصبا خشعا كمن في حضرة الأذكار. نشوان يذكر ما تعتق من شدى تاريخها فيهيم في التذكار. فلقد تجلت من كتاب حياتها الممتد من يابوس عقد فخار، فإذا بها ورد يبشر بالندى لا ما يقال بنشرة الأخبار. في رنة الأجراس مثل أدانها ما لا تعي صفارة الإنذار، تبني من الموت المقدس منزلا للخلد رغم معاول الحفار. قيثارة من غير ضرب ضلوعها ما أطربتك برقصة الأوتار، أرض بلا شق التراب ونزفه ما علقت ثمرا على أشجار، بحر سيرضعه الغمام وعمقه عقم تشابك فالرمال صحاري، عشق كما العنقاء مثل قصيدتي أفنى لتبعث من رماد دماري. يتمايل الزيتون يا قدسي فقد حان القطاف الحلو بعد مراري، لك ما تقدس أو تطهر أو سما، لك أنت ما قد أجهشت أشعاري، لك ما تيسر من رؤاي ومن دمي، لك ما تقول الريح للأشجار، لك ما تقول الريح للأشجار. يا سلام عليك، ما أجملك دكتور أحمد، لفضفوك ولا عاش شانئوك. هذه قصيدة عالية تليق بالقدس وصمود أهلها، تليق بغزة وتضحيات شبابها ونسائها شيوخها وأطفالها وأحجارها أيضا الذين لم تقصر بوصف شموخهم في هذه القصيدة. أنت جئت على الجماد قبل كل ذي حس في هذه القصيدة لتبذر الإحساس في قلوب تخدرت ضمائرها منذ زمن ولا تزال مع الأسف. دكتور أحمد، وقبل أن نذهب للتجربة الشخصية وقبل أن نغوص عميقا فيما يتعلق بتجربتك الشعرية الممتدة على طول الخريطة العربية الواحدة، حدثنا قليلا عن أحمد الحريشي في حدود ما تحب أن نعرفه عنه وما يود أن يكشف من أسراره الكثيرة للمشاهد الكريم. كما قد يحزر النرد، كما يتورد الخد،
كما يتدور القد كما قد يخجل النهد أتيت اليوم منهوكا وجرح الشعر ممتد فما عادت لطير الشعر مثل رؤاك فلتشتو وتسألني ترى من أنت وتسألني ترى من أنت قلت للمدى حد سؤالك صخر سيزيف على الخيبات ينهد على جبل من الكلمات يعلو ثم يرتد أنا لا تسألي عني فما لك عندي الرد أنا المبثوث في الأشياء لا قرب ولا ولا بعد بعد أنا من مجمع البحرين لا جزر ولا مد مد أنا الشفاف مرآة تراني مثل ما تبدو أعاكسكم وأعكسكم فإني الجمع والفرد أنا تعب بلا عرق يغالب راحتي جهد أنا رعش لقافية كأن نزولها برد وكان لبردها وقد كأن حضورها فقد تراودني وأعرفها إذا ما شفها الوجد تفتح للرؤى أفقا إذا الأبواب تنسد فمن قبل ومن دبر قميص البوح ينقد فمن قبل يا سلام، ومن دبر قميص البوح ينقد قميص البوح أتصور ينقد. هذا هذا المعرض فيما يتعلق بالشعر، لكن فيما يتعلق بالتجربة الحياتية، التجربة الطامحة إلى كل ما هو أفضل، اكشف لنا ما تود أن نعرف عنك من معلومات، تفضل. يعني يبدو أن هروب الشعري وحيلة الدبلوماسية لم تنجح لا في مفر تجنب الصدمة. أبدا، لا مفر، لا بد من التحدث بما يخص طموحاتك، حياتك، بما يخص محاولاتك الشعرية، بما يخص يعني التطلع إلى ما هو أفضل ومواصلة يعني السعي من أجل تحقيق الكثير من الآمال التي لا تخلو من الآلام. تفضل دكتور أحمد. مما لا شك فيه أخي مطر أن الشعر بالنسبة لي زاوية من الزوايا المتعددة في نعم. الحياة، وأتصور أن الشعر لا يكتب فقط وإنما يعاش، وأنا كثيرا ما أفرح حينما أجد قصيدة جيدة أقرأها كأنني من كتبتها، لأنها تكفيني عناء أن أكتب نصا وأن أخوض عميقا في بئر الذات، لأن نعم خوض الكتاب نفسه كما تعلم بوصفك شاعرا كبيرا أستاذ مصطفى أنها عملية مضنية تحتاج إلى عضلات عاطفية مفتولة تدلي بها صحيح، عميقا في الذات لتأخذ ماء الحكمة، وهذه العملية فيها الكثير من الجهد والكثير من الضنا، إنها أشبه بالولادة المتعسرة صحيح، دائما. وأتصور أنني حينما تتخذ قرارا أن تعيش الحياة شعرا، بمعنى الشعر يصبح خيار وجودي نعم لعلاقتك بالآخر وبالذات وبالعالم، هنا تصبح القصيدة أفسح من حبرها، نعم ويصبح الشعر يفعل أكثر مما يقال. نعم ولهذا السبب أنا أتصور أن الإنسان الغير المرتبط بالقصيدة بسبب ناقص في إنسانيته، وأتصور أن الإنسان قد يعيش بجسد ناقص كما نلاحظ الآن عند شرفاء غزة حينما تبتر أطرافهم، لكنه لا يستطيع أن يعيش بروح ناقصة. وأتصور هذا هو الدرس الكبير الذي تعلمنا يا أو سلام، تعلمناه من القضية الفلسطينية، أحسنت، أحسنت أن كثيرا. نعيش بروح كاملة نعم وبكبرياء شامخ وبنفس غير منقوصة كما يليق بهذه الحياة وكما يليق بنا أحسنت، أن نعيشها. أحسنت كثيرا. تصور لكن شعر هناك من يرى ويقول دكتور أحمد إنكم معشر الشعراء أو الغالبية منكم منفصلون عن الواقع، منفصمون فيه، لا تفكرون إلا بأنفسكم، لا تتطلعون إلا لأمجادكم، تنسلخون عن أوجاع من يعيشون حولكم، من تنتمون إليهم جغرافيا ربما وتاريخ، لكنكم لا تنتمون إليه بالكلمة. أنا هنا لا أتهمك، ولكن أنقل لك رؤية الكثير ممن يتابع الشعراء، فيرى أنهم يعني لا يستجيبون للصرخات، لا يستجيبون للآهات، لا يستجيبون لنزف الدم، أم أن بالأمر مبالغة وتجني وشيء من الجلد القاسي؟ مما لا شك فيه الإجابة من هذا وذاك. أتصور أن الشعراء بما أوتوا من قدرة حقيقية على تصوير مشاعر الناس
وعلى تقمص الحالات الإنسانية، هم شهداء على العصر، نعم شهداء جماليون على هذا العصر، لكنهم شهداء داخل اللغة. همهم وشغلهم هو هم موظفون لغويون يشتغلون داخل النص وتجديده في خلق الرؤية، بيد أن الحقيقة التي نعيشها الآن هي أوضح من أن نفسرها، أوضح من أن نقولها، هي أكبر من أفواهنا وأطول كثيرا من حناجرنا. وأتصور حينما ندعو الشاعر لكي يتبوأ هذا المنصب، منصب الجندي أو الجنرال العسكري، نحن نظلم الشاعر كما نظلم القضية نفسها. والأذكرك هنا أمام 20,000 شاعر عالميا وقعوا على بيان عدم غزو العراق حينما اتهم بامتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، لم يردع ذلك أمريكا على أن نعم تغزو العراق، أن تعيث فيه فسادا. صحيح أين هو إذن دور هذا الشاعر الذي يمكن أن يقدمه في تغيير المسار السياسي، سوى أن يقول كلمة حق جمالية يشتغل فيها نعم داخل النص ليخلد الوجع ويطيل استدامته؟ وحينما نطالبه بأقصى من ذلك فنحن بالأكيد نقص عليه. من أجل المغرب العربي الذي نحب، والأرض التي جبلت على حبها، والهواء الذي تنفسته. الشاعر أحمد الحريشي، القصيدة القادمة. لكن قبل ذلك سنأخذ استراحة قصيرة مشاهدينا، نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل. أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم أينما كنتم، وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، معنا عبر الإنترنت من المملكة المغربية الشاعر المجيد حقا والسعيد بروحه وكلمته الحية، معنا الدكتور أحمد الحريشي. مرحبا بك دكتور أحمد من جديد. هناك من يتهم كثيرين من الشعراء أنهم يعني يهربون من الوطن، فإذا سئلوا لماذا لم تكتبوا عن أوطانكم، لماذا لم توفوا هذه الأرض دينها الذي لا يزال يعني محمولا في أعناقكم، لماذا لم توفوها حقها عليكم ولم تقولوا بها كلمة الحق شعرا وإنسانية؟ ربما أنت لا ينطبق عليك هذا القول، وربما للقصيدة التالية إجابة على مثل هذا التساؤل. تفضل، لك الكلمة والقصيدة في آن. أتصور أن، شكرا على هذا السؤال العميق الذي يربط الشاعر بمكانه. عادة الآن مع النقد الحداثي بين تفضل. المزدوجتين صار الحديث عن الوطن الضيق أمثولة يجب تجاوزها باعتبارنا ننتمي إلى الإنسانية، لكن نكتشف الآن صديقي العزيز أمام أحداث القضية الفلسطينية الآن أن هذه المقولات بدأت تتداعى وتتساقط. أحسنت المصير جدا. الإنساني، هذه الباراديغمات في التحليل أو رؤيتنا للعلاقات الدولية بدأت تتساقط. نكتشف أن هناك عالمين وليس عالم واحد، عالم يستحق أن يعيش في حقوق الإنسان ومفاهيم الحداثة والفردية والحرية والديمقراطية، وعالم آخر لا يستحق أن يعيش كذلك، عالم ثاني يتصور أنه أقل من أن يطالب بحقوقه الإنسانية الكاملة. نحن الآن أمام صدمة حقيقية تجاه هذا الكائن المفترس الذي ما زال يحتفظ بالذئب الذي ذاكله. نحن مجروحين الآن في كمالنا الإنساني، ونحن نرى العالم الغربي وهو يروج لمقولاته الإنسانية الكبرى وهي تتداعى الآن وتغرق تماما في دماء غزة الطاهرة. أتصور أن الوطن هنا لابد وأن يعود إلى مفهومه القومي وانتمائه الأصلي وإلى نمطه المقصور. يجب أن ندافع الآن عن نعم لا أوطاننا شك أمام في شاهد ذلك. العالم الذي لا يقدر ذلك. ربما كان ولذلك سبب هذه الصدمة دكتور أحمد جلاوزة الظلم والاستبداد الذين يسطون ويتطاولون على هذه المصطلحات، وبالتالي فإنهم يسمحون بتطبيقها على مجتمع ولكنهم لا يسمحون لمجتمعات أخرى بتطبيقها، وربما يعني استكثروا على مجتمع ما فكرة الحياة في حين يطالبون بها من أجل مجتمع آخر، وهنا يقعون في فخ العنصرية وللأسف فكرة الكيل بمكيالين، وربما لا كيل للمظلومين عندهم من الأساس. تفضل دكتور أحمد، نعم. إلى القصيدة الآن. نعم، قصيدة الصحراء جنوب الروح، وهي قصيدة تثبت أن الشاعر
مشرش ومنغرس بهموم وطنه. تفضل. الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ أيضا من الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهي لا تقل يعني فيها الكثير من سمات المعاناة الفلسطينية أيضا، باعتبارها قضية تحرر بالنسبة لنا نحن المغاربة وقطعة من جنوب الروح. تفضل. بنيت فوق دمي جسرا لمن عبروا، وفي ضلوعي من قدح الهوى شرروا. لا شيء في الوجع اليومي يدهشنا، ولا مسيحك في الأحزان منتظر. سفينة البوح تيه دون بوصلة، وأنت في موجها شطت بك الصور. يا سلام. وسط الفجيعة ظل الله منسدل، فلا قصائد إلا الكف والحجر. يا سلام. أقصى أراضيك صحراء، وقافلة من أرض أقصاك بي في حملها سفر. تزاحمت فيك أوجاع البلاد، فهل دمع الملايين في عينيك مختصر؟ يا سلام عليك. لكنها صرخة الصحراء في دمنا، يكاد منها ضمير الكون ينفطر. لا شيء لي أيها المشتاق في حرق يشفي اشتعالك، إلا وجهها المطر. يا أيها الوجع اليومي، سوف ترى أن لمعترك الأيام ندخر. يا سلام. تمور فينا دماء السابقين، وفي آت لنا نطف في الروح تستعر. أرضي وأرض الأولى مروا، ومن وعدت به الحياة، ومن غابوا ومن حضروا. مشوا يجرون أذيال الكرامة في مسيرة دونها الأخبار والسير. سلمية القلب خضراء معطرة، لكن روى نبضها الإعصار والشرر. جاءت بلا مثل من وحي لوعتنا، كما القصيدة من لا شيء تبتكر. الله. هم من مشوا فوق هذا الرمل تلبية، تضيء دربهم الأعلام والصور. للحق طافوا على تلك البطاح شجا، حتى لقد لان منها الحر والحجر. يستشعرون غراما في الرمال، وقد تعي البصيرة ما قد لا يعي البصر. الله. كأنما الأرض صاحت يا مغاربة، في أصل أجسادكم من طينها أثر. شاي ونخل وأقمار وقافية للشاعر الحسان فيها القول والنظر. فاستفت نخل الجنوب الحر عن دمه، من أي نبع عضوق الثمر تنفجر. كأنما الأرض من والطلحة جديد تلطفا، كأنما الأرض. كأنما الأرض صاحت يا مغاربة، الله. في أصل أجسادكم من طينها أثر. شاي ونخل وأقمار وقافية للشاعر الحسان فيها القول والنظر. فاستفتي نخل الجنوب الحر عن دمه، من أي نبع عضوق الثمر تنفجر. والطلح والشيح والطرفاء أجمعها، فليس يهرب من أعراقه الشجر. واستفتي تاريخنا الممتد أغنية من الملاحم، لم يحلم بها وتر. إنا لتجري عهود الله في دمنا، فاكتب بنزفك ما نمليه يا قدر. الله. مستمسكون بحبل لا انفصام له، هيهات يقطعه جن ولا بشر. يا سلام. في خصرها زرع النكران خيمته. تبت يد الوهم جرحا ليس ينحسر. في كل حاراتها أحرارها أسروا، في كل أحيائها أحياؤها قبروا.
يلقون من حقدهم فينا طلاسمهم، والحق يلقف ما ألقوا وما سحروا، ولليقين مقامات مقدسة، يا سلام، وللأباطيل أوثان ستنكسر، أكيد لكنه وطن شهم بطينته، العفو يعطى وكف البطش تقتدر، فاترك لأحلامهم ظلم الظلام وقل يا أيها الفجر إن الضوء ينتشر، يا أيها الفجر إن الضوء ينتصر، إني المعتق من دمع الوجود هوى، من غيمة الوحي مني الماء والشر. يا سلام يا سلام، ما أجملك دكتور أحمد. هذه استفسارات وليست أسئلة. أنت من طنجة أليس كذلك؟ نعم نعم وابن بطوطة كذلك يقال إنه من طنجة أيضا. ليس يقال، هو من طنجة، انطلق منها ودفن فيها جميل جدا، وكان إلى رحلة رحالة العالم. ابن بطوطة، كان رحالة. نعم، هو أول رحال عالمي، أوروبا نفسها تعرفت على العالم من خلال رحلة ابن بطوطة أحسنت، الموسومة، الرحلة الشهيرة التي كتب ابن جوزي بإملاءات ابن بطوطة، فجاءت تحفة أدبية، نعم فهي تحفة النظار في عجائب الأمصار وغرائب الأسفار، وشملت العالم كله من أوروبا إلى حدود الصين إلى الهند، يعني نعم في رحلة دامت أكثر من ربع قرن تقريبا. تلك رحلة ابن بطوطة، وكان فيها يعني الكثير من متعة الأبصار، وربما نكون على موعد مع متعة الأشعار ورحالة شعرية هذه المرة تتمثل وتتجسد بتجربتكم الشاعر أحمد الحريشي. هناك من يصفك رحالة أدبية، خصوصا وأنك قد شاركت بالكثير من المهرجانات والملتقيات الشعرية على امتداد الخريطة العربية في دول المغرب العربي عندكم، وكذلك في المشرق، وربما أيضا في أوروبا، عن فكرة الشاعر الذي يسعى إلى تقديم تجربته في أكثر من محفل. حدثني عن هذه التجربة المكوكية التي خضتها ولا تزال تخوضها. أتصور أن الكثير من العواصم التي زرتها في بداية كانت في تتويجات شعرية من خلال مسابقات، جميل، بوصفي أخذت تقريبا أكثر من 10 جوائز دولية ما شاء وعربية، الله. وربما الحضور في هذه الملتقيات يجعلك حاضرا معها، ربما لأن اللجان التنظيمية تكتشف هناك إضافة ما يقدمها الشاعر وقصيدته وحضوره في نعم الملتقى نفسه، ربما أيضا الخلفية الإعلامية التي تسكنني تشكل مدخلا آخر من مداخل الحضور والمشاركة أيضا في المساهمة في إشعاع الملتقيات نفسها. هذا من وأتصور المؤكد، أن نعم هذه الاستدعاءات هي من أرزاق الشاعر التي هي موقوفة بكرم الله لكنها وكرم تحتاج الجهات كذلك المختصة. إلى جانب كرم الله، تحتاج البذل والسعي والمواظبة والإصرار، وتحتاج الطموح والكثير من العرق والعمل والكد والتعب. والله والله يشهد أخي مطر أنني لا أسعى لأي استدعاء من أي قبيل، ولم أطلب لا أي لا لا دعوة من أتحدث عن أي جهة الاستدعاء ولا معينة. أتحدث عن السعي وراء هذا الاستدعاء، أقصد أن على الشاعر الذي يحقق مثل هذه الإنجازات أن يكون مشتغلا على ذاته، متحرقا في داخله، يعني محسنا لتجربته، حتى يجد الكثير من يعني المنصات التي يستحق أن يعتليها، حتى يجد الكثير من التجارب التي يستحق أن يعيشها. هذا ما عنيته. نعم، وهناك أيضا جانب آخر أحب أن أشير تفضل. إليه، هو الجانب النقدي بوصفي متذكر في نقد الشعر أيضا، نعم وهذا سمح لي أيضا أن أزور الكثير من الملتقيات ذات الطبيعة النقدية أيضا للمشاركة في نقاش إشكالات النص العربي وتطوراته وآلياته وأسئلته الراهنة، ولعل هذا أيضا مدخل آخر يجعل من التجربة الشعرية نعم للشاعر تحتاج إلى هذا البعد النقدي لتبئير الرؤية وتعميقها أكثر. وأظن أن المشاركة الشعرية الآن في تقريبا في أهم المهرجانات العربية الآن، وأيضا المشاركة في لجان تحكيم لمسابقات دولية أيضا، تشكل بالنسبة لي إضافة حقيقية أفخر بها، وتجشمني عناء تمثيل قصيدتي المغربية، لا أقول تمثيل الشعر المغربي لأن هذه مهمة كبيرة،
لعمري، وإنما أمثل قصيدتي المغربية في هذه الملتقيات، وأخوض هذه الحوارية البناءة جميل مع جدا. تجارب شعرية كبيرة. وكنت محظوظ جدا أن ألتقيك أيضا في سياقات عربية، وأنت لا تقل انتشارية أيضا وحضورا أستاذ مطر، كي نقتسم أنا وإياك هذه التهمة لا الجميلة أخفيك، يعني. كنت سعيدا جدا، وآمل لهذه السعادة أن تستمر ومثل هذه اللقاءات أن تتواصل. أكيد مستمرون معكم الدكتور أحمد الحريشي، لكن سنترك لك فرصة لتلتقط بها أنفاسك واستراحة قصيرة. مشاهدينا نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة، فابقوا معنا دائما. مشاهدينا الكرام نرحب بكم من جديد، وها نحن قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا من المغرب الشاعر الرائع الدكتور أحمد الحريشي. على سيرة الجوائز، وأنك يعني زرت أكثر من عاصمة عربية للتكريم بفوزك بالكثير من الجوائز، دعنا هنا نستحضر نموذجين دكتور أحمد. النموذج الأول، من يرى أن التجربة الشعرية لا قيمة لها ما لم تكن متوجة بالكثير من الجوائز، ونموذج آخر ربما الذي يتجنى على هذا النموذج ويرى أن الشعر يكتب من أجل الشعر فقط، وربما كان بينهما نموذج ثالث الذي يكتب القصيدة ويترك لها أن تكرمه بالصورة التي تستحق وبالشكل الذي يستحق هو أيضا. أتصور هذا السؤال عميق، يدل على اطلاعك التفصيلي على المشهد الشعري. أتصور أن أشكرك، كما تفضل. كما أشرت أنت في سؤالك إلى الإجابة الوسطية، أنا أرفض أن يكون الشاعر مقاول شعري يشتغل على الجوائز ويدرس لجان التحكيم قبل أن يطور آلياته في الكتابة، نعم، ويدرس توجهات الدول قبل أن يدرس اتجاهاته الفنية. وأتصور هؤلاء الشعراء محكوم عليه بكونهم موظفين، وقد يتحول في أي لحظة إلى شاعر سابق. وأتصور في المقابل أن هناك شعراء يشتغلون بكفاءة إبداعية على تجاربهم الشعرية، فتكون الجائزة هي تتويج لهذا المسار الحفري، وتأتي الجائزة انتهاء ولا تأتي ابتداء، أي أن الجائزة تتوج مسار إبداعي خاص للشاعر، لا أن تكون الشعر مكتوب خصيصا للجائزة. ونحن أحسنت. نعرف الكثير من الأسماء التي تشتغل على هذه الجوائز. ثم إن الجوائز في النهاية كما أقول دائما هي تسر ولا تغر. الجائزة لا تصنع الشاعر، كما أن الشاعر لا يصنع الجائزة بالعادة. كم من نعم، شاعر كبير شارك ولم يظفر بجائزة نظرا لاختلاف معايير لجان التحكيم. صحيح، وأتصور أن الجوائز هي شيء صحي في النهاية، هي شيء ضروري، هي شيء محفز ومشجع. فعلا هناك دكتوراه نقشت في تونس مؤخرا تدرس العلاقة بين الشعر والمال في التاريخ الأدبي العربية، ونكتشف كلما كان هناك تدفق مالي تشجيعي للإبداع كلما ارتفع منسوب الشعر. لكن بالضرورة تكون لهذه الجوائز أخطاؤها القاتلة، نرجو كما لهذا أنها التدفق ألا لها يتوقف، أيضا ثمارها التي تحيي المشهد الأدبي والشعري. نرجو لهذا التدفق ألا يتوفق أن لا يتوقف وأن يتوفق وأن لا يستثنيك نعم، من خيره وسروره الذي تستحق دكتور أحمد. سأترك لك الآن حرية اختيار القصيدة التي تود أن نسمعها منك بإلقائك الجميل المتزن العذب والرائع كشخصك الكريم، تفضل. أنا أريد فقط أن أضيف شيء من خلال منصتكم هذه القناة الثقافية بخطها التحريري. عادة ما يتهم الشاعر بكونه يمدح أيضا، والمدح هنا بمفهومه التقليدي، نعم، أن تمدح أشخاص بعينهم في قصيدتك فيتم استدعاؤك أو شيء من هذا القبيل. وأنا أؤكد لك أخي مصطفى مطر بأن الشخصية الخليجية الوحيدة التي مدحتها هي الرسول عليه الصلاة والسلام. الله، وأتصور أن قصيدة المدح السياسي أيضا هي بمفهوم آخر، حتى في مفهومها التقليدي هي توجه رسالة لهذا الممدوح وتقول له هكذا يجب أن نراك،
هكذا يجب أن تتمثل أنت في هذه الخصال المتمثلة في القيم الكبرى، قيم يا العدالة الله ما والسماحة أجملك. والمحبة والعدل في توزيع الثروات والديمقراطية والعلم. فكأن الشاعر العربي القديم حينما كان يمدح أميرا معينا كان يحافظ على النموذج الأمثل للحاكم كما يجب أن يكون. نعم وهكذا تتحول قصيدة المدح السياسي إلى قصيدة هجاء سياسي إذا لم تتوفر تلك القيم والسمات في الممدوح. وأتصور أن هذه الجدلية هي طويلة، لكن على سبيل الختام يمكن أن ألقي قصيدة حول صباح الليل. تفضل. يا وطني، صباح الليل يا وطني، كاف جراحك، كاف جراحك، واحتمالك نون، كاف جراحك واحتمالك نون، في النزف ما قد لا يعي السكين، للجرح حكمته العميقة فيك قل، وجع البلاد من المخاض يكون، أو قل صباح الليل للوطن الذي يفتي على محرابه الأفيون، شك على شك تكسرت السما من فوقهم والمدعون يقين، الله حق للجميع وإن من حجز الإله لنفسه فرعون، أشكو لصخر الأرض ما فعلت بنا أيدي سماسرة السما فيلين. كن أنت نفسك واحضر برزخ المعنى وقل، كاف المشبه شبهة وكمين، من علم الأسماء قال ألسجد، فإذا الأسامي كالهوية دين، الدين أرحب مطلقا وسماحة لتحده سجادة وجبين. للنور زيتون السلام، للنور زيتون السلام، فإن طغوا للحرب يشعل زيته الزيتون، فافتح نوافذك العتيقة ربما عاد الصباح وللصباح حنين، للناس رغبتهم، للناس رغبتهم، ولي أنا غربتي والشوق فينا ساجن مسجون، وطني وطني دمي بوحي خطى حريتي، إن البلاد تكون حيث أكون، إن البلاد الله، تكون حيث أكون. إن البلاد تكون حيث أكون. أحسنت بهذه القفلة دكتور أحمد. ما الذي تحتاجه أوطاننا؟ ما الذي ينقص أوطاننا حتى تعيش بأفضل حال من وجهة نظرك؟ لا يسمى الوطن وطنا إلا إذا اكتملت حرية الإنسان فيه، وحرية الإنسان هنا لا ترتبط بالحدود الجغرافية، وإنما ترتبط في شموليتها بحريته المطلقة دون أن يحس بقيد أو ما يمنع هذه الكينونة. نعم وأتصور ما ينقص حريتنا لكي نكون، أو ما ينقص أوطاننا، هي حرية فلسطين كاملة غير منقوصة. يا سلام، وأتصور أن هذا الصراع إذا ما حل سنكون أمام عتبة أخرى لعالم حقيقي يتسم بسمات الإنسانية والديمقراطية والحضارة التي يبشر بها الآخر. أتصور ما ينقصنا يا سيدي هو هذا الكمال المطلق الموجود في تلك البقعة المقدسة يا من سلام، أرواحنا وأوطاننا، فلسطين الحبيبة. الله وإلا عليك. سيتحول هذا العالم كله، العالم العربي، إلى فلسطين، فلسطين، فلسطين منكوبة. فعلا هذا الشرف الكبير الذي لا يمكن أن تتحقق كينونة الإنسان إلا به. ولذلك يعتبر المغرب بشكل دستوري كبير أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية وجزء لا يتجزأ من قضايانا الشخصية ما شاء الله، وتفاصيلنا الوطنية.
هذا يثبت أن مصيرنا واحد وجرحنا كأمة واحد وآلامنا كذلك الممتدة على طول وعرض الخريطة ما هي إلا آلام مشتركة نسعى كلنا معا جاهدين لتضميدها وشفائها. أريد منك الآن وبعجالة دكتور أحمد الحريشي الشاعر والفيلسوف أيضا أن تعطيني رسائل عاجلة أو إجابات عاجلة لرسائل لا تخلو من الحب لطنجة. رسالتك طنجة العالية الغالية التي أسكنها وتسكنني تمامي وامتدادي في هذا الوجود لبغداد. بغداد العشق والانتماء والشعر، وأتصور أنني لو التقيت الشعر وطلبت أن يعطيني بطاقته بطاقة هويته سأجد أن الجنسية عراقي من بغداد. لغزة. لغزة هذا الجرح الغائر وهذه الكينونة وهذه الدمعة التي تمتزج بين الفرح والقرف والقرح والقرف الذي نعيشه أيضا. غزة هي مرآة التي ينعكس عليها جور هذا العالم. لقصيدة لم تلن لأحمد الحريشي بعد. نعم، كل القصائد في الحقيقة لم تلن، وما زال الشاعر يبحث عن قصيدته التي لم يكتبها بعد، فإذا ما بلغها كانت بعبارة عن شهادة وفاته. لحلم تنتظره. الحلم هو هذا اللقاء المتجدد بيني وبينك أيها الشاعر الجميل الذي هذا مشهد تحقق. نتحدث عن حلم منتظر. طبعا أنا أشكرك أن لقاءك بي من خلال هواء الرافدين تراه حلما وقد تحقق. يا الله من تواضعي دكتور أحمد. دعنا نكون أكثر شعريتك دائما حاضرة، ولكن نحن نريد أن تحدثنا عن حلم تنتظره. دعك من الحقائق الآن. حلمي الحقيقي هو تحرير الأرض المقدسة، أرض فلسطين. وأتمنى ألا يحولوه هؤلاء الأغبياء سياسيا إلى كابوس. أحسنت كثيرا دكتور أحمد الحريشي، شاعر مغربي جميل، شاعر بتجربتك للأمانة لا أبالغ إن قلت تشرف المغرب وتشرف المنطقة العربية بأكملها، وكذلك التجربة الشعرية الإنسانية. وصلنا للأسف، آسف أن أقولها، وصلنا إلى الختام. في الختام ماذا تود أن تقول؟ لكل بداية في الكون ختم، وهذا العشق ليس له ختام. يا سلام. تماما مثلما الأقمار تفنى ليبعث بالفنى البدر التمام. الله. كعمر مدامة العشاق، كعمر مدامة العشاق كأس سنشربها وللسكر الدوام. عسى أن تكون كأس حرية فلسطين، هذه الكأس الصافية التي تخلو من دنس ولوثة الاحتلال، وتكون من أنهار أوطاننا التي تستحق أن يغرف منها أبناؤها رشفة الحب والسلام. وسندخل معا من باب المغاربة إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله، هذه رؤية حق ومتحققة. شكرا لك الشاعر الدكتور أحمد الحريشي. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل بإذن الله وحوله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جميل. دائما كونوا في أمان الله.